مالك؟ اتفضلي اقعدي. انا وشي اللي كان حشوت رجلي اجعلي قوي. يبقى عايزه تاخد حقنه 200 جنيه. بس انا اللي كان خسر معي بس 120 جنيه، باكل بيهم واشرب بيهم واجيب علاجي. اما مش عايزه هتفضلي على رجلك طول اليوم. اما مش عايزه اتفضلي امشي. شكرا يا دكتور خشوت، انا كده انا عرفت الرجل لسانهم طويل. انا في الله ونعمل وكيل فيك يا دكتور خشوت. سلام عليك يا دكتور ابراهيم. سلام عليكم. اتفضلي يا حاجة. ماشي، انا دلوقتي رجلي وجعاني قوي ومش قادره امشي عليها، اعمل ايه بقى يا دكتور؟ تاخدي فيتامين وتتغذي كتير. وبعدين بقى اعمل ايه تاني؟ وديكي حقن دلوقتي واكشف عليك وتخفي. بس انا معيش فلوس. مش مهم الفلوس. ماشي يا دكتور ماشي. يلا خليك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير. ما تنسوش تعملوا شير ولايك.